الهدى فات لمن بين الجموع. طبعا ثورة 26 وثورة 14 أكتوبر المجيدتين هما فخر لكل يمني، هما جهد وتضحية آبائنا وأجدادنا الكرام الذين قدموا الغالي والرخيص وقدموا أرواحهم حتى نعيش بحرية بكرامة. هذه الثورتين هما دليل على وحدة الشعب اليمني وعلى أن قلب الشعب اليمني واحد وشريانه واحد، وكل من يسمع ويقرأ تاريخ الثورتين المجيدتين يرى مدى التعاون والتكاتف في إقامة الثورتين من الشمال ومن الجنوب. هذا إرث عظيم وإرث قيم يستحق أن ندرسه، يستحق أن نتعلمه، يستحق أن نحافظ عليه. هذه رسالة مني لكل الأجيال القادمة. هناك أبطال يستحقوا أن نخلدهم ونخلد سيرهم وما فعلوه، منهم أبطال 26 سبتمبر وأبطال 14 أكتوبر. هذا إرثنا القيم الجميل الذي يستحق مننا الدراسة وأخذ العبرة والعظة والمحافظة على مكتسبات الثورة. وكل ثورة بعد ثورة 26 سبتمبر وبعد 14 أكتوبر هي محافظة على نتيجة ومسيرة الثورة.